الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي العظيم. نحن في رحاب سوره الرعد الايه الثالثه او الايه الرابعه عفوا إشارة إلى نعمة أخرى من نعم الله التي لا تحصى وهل تحصى نعمه سبحانه وتعالى في الآية السابقة التي تلوناها في الليلة الماضية أشار الله سبحانه وتعالى إلى مد الأرض أي بسط الأرض حتى نرتاح فيها ننام نذهب نبني لتحول من مكان إلى مكان. وأشار إلى الرواسي الجبال والأنهار. وأشار إلى أن الثمرات بل كل شيء في الوجود زوجان ذكر وأنثى. وأشار إلى الليل والنهار وغشيان الليل للنهار. ثم قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر قبل أن أبدأ بشرح هذه الآية الرابعة اليوم شفت في المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم شيء أعجبني قلت الأفضل أن أشرحها لكم أكثر من أربعين مرة تكررت كلمة العقل بعبارات مختلفة أفلا تعقلون أو أفلا يعقلون لعلكم تعقلون إن كنتم تعقلون أفلم تكونوا تعقلون كلمة العقل وأكثر أو حوالي عشرين مرة تكررت كلمة الفكر لقوم يتفكرون. هذه في الايه الثالثه التي تلوناها في المره في الليله السابقه. هذه الليله في الايه الرابعه اخرها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وعن التدبر ايضا كلمه اولو الالباب، كلمه التدبر ايضا متكرره في القران. شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى كان يدعو المسلمين ويدعوهم الان ويدعو الناس جميعا من اول الخلق الى تفعيل العقل. افلا يعقلون يعني احنا ما عندنا عقل. افلا يتفكرون او لقوم يتفكرون. هنا في هاي الايه الثالثه لايات لقوم يتفكرون. يعني اكو ناس يتفكرون، واكو ناس ما يتفكرون، هذا معناه طبعا. ليش؟ لانه لقوم يتفكرون، معنى ذلك ان اكو اقوام لا يتفكرون. الآية الرابعة اللي الليلة نقرأها لقوم يعقلون، يعني اكو قوم لا يعقلون، هذا معناه. العقل والفكر موجود. المخ خلقه الله. قدرة العقل موجوده تفعيله غير موجود يعني مرة الانسان يجلس مع نفسه ويتفكر في ايات الله سبحانه وتعالى مرة لا يتفكر مرة يناجي مع نفسه مرة يحاسب نفسه مرة لا يحاسب نفسه هذا معناه فدعوة القرآن هذه دعوة جدا حضارية اذا نريد نتكلم بشكل عصري اي دين هذا يدعو الناس الى التعقل الى التفكر يمدح اولي الالباب الباب يعني شنو جمع اللب يعني اللي عنده عقل اللي عنده فهم اللي يتفكر هذا الدين دين حضاري ومع الاسف هذه الدعوه الحضاريه نسيناها، التفكر يجعل الانسان ان يصل الى المطلوب ان يصل الى الرقي الى التقدم، بالتفكر تُخترع الاختراعات، بالتفكر والتعقل تُكتشف الاكتشافات، فالتقدم الحضاري والمدني ايضا من التفكر. من التعقل واللطيف أنه أغلب الآيات يمكن أقول تسعين بالمئة وأكثر من تسعين بالمئة من الآيات التي تدعو إلى التفكر والتعقل تأتي بالنسبة إلى الأم الأمور الكونية السماء والأرض والأنهار والجبال والكواكب والمجرات أعناب نخيل صنوان غير صنوان يعني الامور الماديه اللي احنا ما لا نتفكر حولها لا نتعقلها بالتعقل والتفكر يمكن ان نصل الى الى الله سبحانه وتعالى وبالمناسبه اقرا هذا الحديث عن الامام الكاظم موسى بن جعفر سلام الله عليه قال الامام الكاظم لاحد تلاميذه باسم هشام بن الحكم معروف هذا قال يا هشام ان الله ان لله حجتين الحجه بمعنى الدليل بمعنى المرشد وكلمه الحجه يعني اذا ما كان موجود كان بامكاني ان اعترض على الله سبحانه وتعالى انت شنو طالبني استغفر الله اقدر اخاطب الله اقول له انت ما طالبني شيء ليش ما ما اعطيتني حجه ما اعطيتني دليل مثل فد والد يقول لابنه يقول ليش ما سويت هذا الموضوع؟ مو قلت لك روح اشتري خبز؟ يقول له انت ما قلت لي ما عندك حجه علي. الولد يقدر يحتج على والده ومن حقه ان يحتج يقول بابا صحيح انت ابويا وعلى راسي ولكن انت ما ما وصيتني ما قلت لي شلون تطلبني انه ليش ما رحت؟ الوالد يفكر يقول إيه والله أنا ما قلت لك آسف إذا الله ما أعطانا حجة ودليل الحجة مثل العكازة اللي نقدر نتوكأ عليها شنو الحجة اللي أعطانا الله حجتين عجيبة هذه الرواية وكل روايات الأئمة تحفة يقول الإمام الكاظم صلوات الله عليه لهشام بن الحكم يا هشام إن لله حجتين مو حجة واحد معطي حجة ظاهرة وحجة باطنة اللطيفة أنه الإنسان إذا كان عنده حجة ظاهرة فقط هم يقدر يعترض ما يشوفه ما يدير بال اما اذا كان عنده حجه ظاهره وباطنه بعد ما يقدر يعترض، ليش؟ لانه من كمون الانسان من اعماق الانسان اكو شيء يوخزه يوبخه يقول ها ليش ما سويت كذي؟ هذه جدا مهمه الحجة الظاهرة شنو يا موسى بن جعفر سلام الله عليك فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام الأنبياء بعثهم الله الكتب المرسلة صحف إبراهيم وموسى التوراة الإنجيل الزبور زبور داود القرآن هذه حجج الله 124 ألف نبي حجج الله. أوصياء الأنبياء حجج الله. أوصياء رسول الله مع فاطمة الزهراء سلام الله عليها هم حجج الله علينا. واليوم ولي أمرنا وولي أمر العالم كله الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حجة الله على هذا الكون وعلى البشر. طيب هذه الحجة الظاهرة ممكن تقول الان انا ما اقدر اشوف النبي. ما اقدر اشوف الامام امير المؤمنين. تراثهم موجود. قران النبي موجود. افكار النبي ومدرسه الرسول المصطفى صلى الله عليه واله وسلم موجوده. رعايه الامام الحجه موجوده علينا. فاحنا عندنا حجه ظاهره. وننتظر تشريفه ان شاء الله في القريب العاجل هاي الحجه الظاهره فماكو عندنا اي مجال للاعتراض طبعا اكو نوع من الاعتراض ليش لان الحجه الظاهره ممكن ننساها ممكن ما نلتفت الها اما اكو حجه باطنه ما نقدر ننساها شنو الثانيه واما الحجه الباطنه واما الباطنه فهي العقول العقل شو تسوي له؟ العقل حجة باطنة هذه الحجة الباطنة ما يخليك تروح إلى إلى المتاهات مستحيل فرضا الإنسان يريد أن يظلم أحدا يسرق يعمل جريمة أكو شيء في داخله يوبخه مثل الوخز من الإبرة يقول له لا لا تسوي كذي هذا حرام يقولون هاي القصه المعروفه انه والد مع ابنه راحوا يسرقون انا قايل لكم هاي القصه سابقا يمكن في السنوات السابقه راحوا يسرقون فالوالد قال لابنه بابا انت ابقى جوه انا اروح فوق النخله او فوق الشجره حتى اسرق كم ثمره وإذا أجي صاحب الدكان أو صاحب البستان عفوا ناديني حتى أنزل حتى لا يشوفنا وبعدين يعتقلنا وتصير ضربة مضاربة راح هذا الوالد سارق حرامي الولد فطن يخرج الحي من الميت راد ينصح أبوه قال له بابا بابا اكو واحد لا يطالعنا نزل بسرعه الوالد قال له منو قال الله الله خبير وعليم وبصير بنا منو قال له هذا الولد قال العقل بس شنو الوالد كان ملوث بالذنوب الولد كان على فطرته السليمه فالعقل والفطره السليمه جعلاه ينقذ والده الوالد تاب على يد ابنه هكذا القصه اللي تعلمناها فقصدي الحجه الباطنه جدا قويه موجوده تشوف بعض الاوقات واحد يريد يسوي شيء مو اكو حس في داخله يؤنبه لا لا تسوي كذي هو هاي الحجه الباطنه اي العقل أرجع إلى كلامي أنه في كثير من الآيات القرآنية الدعوة إلى التفكر والتعقل، وهذا نداء حضاري جداً قبل 1400 وكسور سنة النبي العربي يتيم قريش، يتيم مكة سلام الله عليه وسلام الله على أهل بيته يأتي بهذا الكتاب من عنده معجزة هذه هذه هذا القران حقيقه معجزه من تلك المعاجز في تلك الايام البدائيه اللي العرب ما كان عندهم الا 17 نفر يعرفون يكتبون ويقرون وقال هكذا انه في الجزيره العربيه اللي كان يقدر يكتب ويقرا خبص خبص 17 او 18 نفر كانوا حضاره ما كانت تمدن ما كان ميوعه كانت، استهتار كان، تخلف. يأتي واحد منهم باسم محمد صلى الله عليه واله وسلم يأتي بأفكار حضارية منها دعوة الناس إلى التفكر والتعقل. بس هذا يكفي في عظمة أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. عفوا طولنا شوية بس هذا كان ضروري أنه أتكلم حوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الأرض قطع متجاورات نحن عايش في عايشين في هاي الأرض ومتعودين عليها ما ملتفتين إلى هاي النعم من تلك النعم القطع المتجاورة في الأرض قطعة فيها زراعة قطعة سبخة قطعة ما بها مي قطعة بها مي قطعة صالحة للزراعة قطعة مو صالحة للزراعة قطعة هذا النوع من الثمار ممكن أن تزرع فيها أو الأشجار تزرع فيها قطعة أخرى لا هذه يسموها قطع متجاورات يعني كل قطعة تجاور الثانية وكل قطعة لها خاصية عجيبة قطعة فيها ملح قطعة فيها آه معادن قطعة فيها بترول قطعه فيها نحاس قطعه فيها ذهب وهكذا هذه قطع متجاورات ومختلفات عجيب الاختلاف هذه مقدمه لموضوع اخر يريد يبين الله وجنات من اعناب جنات جمع الجنه يعني البستان الكبير يسموه جنه وجنان الله ايضا بساتين الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا الجنة وجنات من أعناب نوع واحد العجيبة اليوم شفت العنب من الفواكه التي هواي أنواع بها شلون التمر بأنواع يقال أن التمر بي أكثر من سبعين نوع كل واحد إلى خاصية مكوناتها أيضا تختلف عن الأخرى فيتاميناتها تختلف عن الأخرى فوائدها تختلف العنب أيضا نفس الشيء أحمر أصفر ملون غير ملون صغير كبير أنواع من العنب هذه نعمة هذه أيضا مقدمة وزرع زرع يعني كل الزراعة الحنطة الشعير الأمكنة التي تزرع فيها الرز بقية الأمور ونخيل إشارة إلى التمر أشجار التمر نخيل جمع النخل ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان هم تثنية وهم جمع عجيبة مفرده صنو صنو ذلك الغصن التي تؤخذ من الشجرة الصنوان جمعها يعني بعض الاشجار من اصول واحده وبعضها من اصول متفرقه النخيل هالشكل بعض المفسرين يقولون هذه صنوان ما لها ما ربط بكلمه النخيل كل الاشياء التي اجت جنات من اعناب وزرع ونخيل شكلي ان اكو اكو صنوان واكو غير صنوان يعني اكو بعض هذه الامور من جذر واحد من اصل واحد وبعضها من اصول متفرقه يعني مثلا هاي النخله تؤخذ نواتها من اصل واحد وبعض النخيل من اصول متفرقه هذا العنب يمكن ان يؤخذ من اصل واحد وبعضها تؤخذ من اصول متفرقه وهكذا هكذا عبروا ولذلك الصنو ايضا يطلق على العم العم الصن والاب في المثل اكو او في الروايه الصنو يعني يشبهه جذره واحد بالنتيجه ابويا وعمي من جذر واحد من أصل واحد ليش لأن أبوهم واحد هذا معنى الصنوة صنوان وغير صنوان بس اللطيفة كل هذه الجنات والأعناب والزرع والنخيل سواء صنوان أو غير صنوان يسقى بماء واحد <applause> يعني الماء هو حياة هذه الجنات والأعناب والزروع والنخيل مو شكل فكيف هنا يطلع تمر شكل نفس الماء في قطعة ثانية جنبها متجاورات يطلع عنب جنبه برتقال جنبه ليمو جنبه مثلا جزر وهكذا سبزي شلون هذا من ماء واحد ولكن أشياء مختلفة أعناب مختلفة نخيل مختلفة <applause> هذه من العجائب في الكون لان الماء هي تلك الطاقة التي تغذي طيب هذا الذي يغذيه الطاقة التي تغذيه كيف تغذي العنب وتغذي النخيل وتغذي البرتقال وتغذي السبزي وتغذي الباذنجان كل واحد شكل في ارض متجاورة كيف هذا؟ لولا ربوبية الرب سبحانه وتعالى وعظمته. يسقى بماء واحد. شوف الانسان ايش مدلل عند الله. ونفضل بعضها على بعض في الاكل. مو في الاكل في الاكل. ونفضل بعضها على بعض. يعني الانسان لما ياكل تمر خستاوي يختلف طعمه. ولذته عن اللي ياكل تمر او بعد كم دقيقه ياكل مكتوم تمر اخر او برحي وهكذا اللي ياكل برتقاله بعد كم لحظه ياكل مثلا عنب او هذا النوع من العنب والنوع الاخر من العنب يفضل عند الانسان اكل المأكول يعني مو الاكل الاكل عمليه الاكل الأكل ما يؤكل يعني الذي تأكله وتتذوقه هذا يختلف بعضه عن بعض تقول له هذا أحلى ولا ذاك هذا ألذ عندك ألذ عندك أو ذاك برتقال أنواعك فتأكل هذا النوع من البرتقال أو هذا النوع من البرتقال لذاتها تختلف ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ايضا ايها الانسان فعل عقلك اذا تريد تفهم هذه كلها ايات وعلامات لله سبحانه وتعالى بس ليس لكل واحد لقوم لناس يفعلون عقولهم بالمناسبه شفت في بعض الروايات من طرقنا نحن الشيعة ومن طرق اهل السنة ايضا حول صنوان وغير صنوان شفت هذه الآية هذه الرواية لازم اقرأها في الدر المنثور طبعا قبل ان اقرأ هذه الرواية اقول انه احنا عندنا تفسير وعندنا تأويل انا ذاكر لكم هذه قبل سنوات يمكن التفسير ما نفسر الآيات ظاهرا التاويل ليس بايدينا بايدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او الائمه يعني المتصلون بالوحي يستطيعون ان يؤولوا ايه يؤولوا يعني يخرجوا من ظاهرها الى باطنها لان كل ايه فيها باطن ايضا هذا يسمون تاويل في بحث مفصل حول التاويل في مقابل التفسير التفسير هذا اللي قريناه صنوان وغير صنوان النخيل على قسمين قسم من اصل واحد وقسم من اصول متفرقه كل الاشجار هالشكل اما تاويله شنو؟ شوف عجيبه في كتبنا وفي كتب السنه ايضا انا اقرا لك من كتب السنه في الدر المنثور لجلال الدين السيوطي معروف هذا الكتاب تفسير القران اسمه الدر المنثور ينقل عن الحاكم، الحاكم النيسابوري يعني صاحب كتاب مستدرك الصحيحين. ايضا لازم شوي افصل قضيه المستدرك. اهل السنه عندهم كتابين هوايه مهمين. واحد صحيح البخاري، واحد صحيح مسلم، معروف هذا. طبعا اكو اربعه بعد يسموه الصحاح الست. بس اهم من هاي الكتب الستة الصحيحان يعني صحيح البخاري الشيخ البخاري وصحيح الشيخ مسلم اللي يسموه الشيخان تعبير في الكتب الحديثية الشيخان هؤلاء جمعوا روايات وأحاديث طيب مثل إحنا عندنا الكتب الأربعة الكافية الاستبصار من لا يحضره الفقيه التهذيب إحنا من ندعي صحيح ما عندنا صحاح روايات لازم هذه الروايات المجتهد يستنبط منها يمكن بعضها صحيحة بعضها ضعيفة بعضها حسنة بعضها ممكن أصلا غير صحيحة كلمة صحاح ما عندنا احنا السنة عندهم صحاح البخاري ومسلم جمع ما صح لهما يعني شنو ما صح لهما يعني عندهم ملاك عندهم ميزان هذا الميزان يمشون عليه اذا شافوا مثلا ابو هريره عندهم روايته صحيحه يقبلوه مثلا فلان روايته غير صحيحه سنده غير صحيح يحذفوه هذا معناه طبعا ملاك وميزان مسلم والبخاري كتبا كتابيهما صحيح مسلم وصحيح البخاري بعد فترة اجى الحاكم النيسابوري فتش في الروايات والاحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم شاف هواي الروايات اكو اللي لا مسلم جايبهم ولا البخاري جايبهم ليش ما جايبهم يمكن من حقه ما جايبهم ليش لان عنده ملاك عنده ميزان عنده اصل في علم الرجال ما يقبل كل واحد كل سند ما يقبله وحقه بعدين راح فتش شاف لا اما البخاري ومسلم نسوا او ما شافوا او عله اخرى لا ندري لا ندري حتى نكون منصفين يعني فاذا جمع هذني سماه مستدرك الصحيحين الصحيحين يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم مستدرك يعني استدركته يعني هو ما وصل اليه انا وصلت اليه هذا يسموه مستدرك مثل مستدرك البحار مستدرك الوسائل عندنا مثلا هذا الكتاب جدا عظيم ولكن اهم شيء في عظمه هذا الكتاب انه ما جايب اي حديث على خلاف ملاك البخاري ومسلم ولذلك يقول و صح على صحيح على شرط الشيخين شرط يعني شنو يعني ميزان شيخين منه يعني البخاري ومسلم هذا حتى تعرفون شنو معنى مستدرك الدر المنثور كتاب تفسير للقرآن لجلال الدين السيوطي ينقل عن الحاكم النيسابوري عن كتاب مستدرك الصحيحين وإذا تريد المجلد عندي أنا كاتب هنا إن المجلد الثاني للصحيحين للمستدرك على الصحيحين صفحة 241. يقول عن جابر فلان 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 عن جابر جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا علي الناس من شجر شتى وانا وانت يا علي من شجره واحده خب شنو ربطه بالتفسير هذا ثم قرا صلى الله عليه واله وسلم وجنات من اعناب هاي الايه وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان مو قلنا الصنوان يعني اصل الجذر جذر الشجره أنا وعلي يا علي أنا وأنت من شجر من شجرة واحدة يعني من أصل واحد هاي الرواية الرواية الأخرى اللطيفة في ينابيع المودة أيضا من كتب السنة للقندوز المعروف المجلد الأول صفحة 47 وفي شواهد التنزيل مجايبة قال عثمان بن عفان المعروف قال عثمان بن عفان قال النبي يعني يروي عثمان عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. "خلقت انا وعلي من نور واحد". شنو يعني من النور مخلوقين؟ اصبر شوي. "خلقت انا وعلي من نور واحد قبل ان يخلق الله ادم باربعه الاف عام" شلون يصير هذا؟ شوفوا ما قال "خلقت انا جسدي" قال نور. هذا اللي قلت لكم قبل كم ليله اكو عالم الانوار احنا ما نفهم شنو عالم الاشباح عالم الانوار احنا عالم الماده عالم التراب هذا الشيء الطفيف اللي نحسه هناك عوالم اخرى مهمه منها عالم الانوار قال عثمان بن عفان قال النبي صلى الله عليه واله وسلم خلقت انا وعلي من نور واحد قبل ان يخلق الله ادم باربعه الاف عام فلما خلق الله ادم احنا مخلوقين انا وعلي قبل اربعه الاف قبل خلق ادم بس شنو خلق نوري مو خلق جسدي وترابي فلما خلق الله ادم رك ركب فيه يعني في ادم ذلك النور نور واحد من محمد وعلي صلى الله عليهما والهما ركب ذلك النور في صلبه في صلب من؟ ادم فلم يزل شيئا واحدا حتى افترقنا في صلب عبد المطلب لما نوصل الى عبد المطلب واحد صار في صلب عبد الله والد النبي واحد صار في صلب أبي طالب والد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حتى افترقنا في صلب عبد المطلب ففي النبوة الرسول يقول ففي يعني أنا مسؤول عن النبوة ففي النبوة وفي علي الوصية اللهم صل على محمد وآل محمد طيب هذا بمناسبة صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إحنا في كل عام كنا متعودين آخر المحاضرة في التفسير نقرأ حديث موعظة اللي نسميه الموضع الموعظة الأخيرة ما له ربط بالآية أصلاً؟ الشكل ناخذ روايه مثل روايات حديث من من الاحاديث اما من النبي اما من الائمه عليهم السلام حتى من الانبياء اخذ نصائح عيسى سلام الله عليه نصائح موسى ابراهيم وهكذا لان الانسان في هذه الليالي المباركه في شهر رمضان شويه قلبه يهتز شعوره يهتز فكره وعقله يفكر يتفكر يفعل عقله الموعظه يا اخواني مو لازم يكون من شخص عالي. انا اللي اعظ مو معناته انسان جدا مهم، لا. الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان يخاطب جبرائيل. جبرائيل خادم النبي، خادم اهل البيت. عندما اتى الى الكساء مع ان الله اذن له استاذن من الرسول، يا رسول الله تاذن له ان ادخل في الكساء؟ في القضيه المعروفه؟ مع ذلك النبي العظيم الرسول الأعظم يقول لجبرائيل عظني فيمكن أن الأدنى يعظ الأعلى أما أنا فليس مقامي أن أعظ ولكن أعظ نفسي اخترت ولذلك واحد ذكرني اتصل بي من الكويت الله يحفظه قال أنت كل سنة كنت آخر المجلس تعطي موعظة وتسميها الموعظة الأخيرة ليش هالسنة ناسي قلت عجيب والله إن شاء الله أبدأ من هذه الليلة وجدت في كتاب أو في بعض الأشياء اللي وصلتني من مناجات الإمام الحسين عليه السلام خل نبدأ بالإمام الحسين أبي عبد الله سلام الله عليه رزقنا الله زيارته وشفاعته من مناجات الامام الحسين عليه السلام المناجات يعني عندما يختل الانسان بالله يكون وحده مو في مكان بها ضوضاء يقعد مع ربه يناجي ربه هذا من النجوى من المستحبات المناجات في وسط الليل واحد يحكي مع الله يبث همومه ويطلب آماله ويتضرع اليه ويخشع لديه. هذه مناجاة جدا تعطي روحيه جدا ساميه للانسان. من مناجاة الامام الحسين عليه السلام مع الله: الهي انعمتني فلم تجدني شاكرا. طبعا ممكن تسال انه الامام المعصوم ما يشكر الله؟ لا هذا معناته تعليم لنا اولا ثانيا مقام الربوبية والالوهية العظمى حتى الائمة يتواضعون لها يعني الرسول يسجد كل ليلة ويبكي في سجدته ويناجي ربه ويقول ربي 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 يقول إحدى زوجاته: سألت رسول الله: أنت ليش هلقد تبكي مثلا؟ تخشع لربك؟ ألست أنت الرسول؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم أنا أيضا عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى. إلهي لا في مناجاة رسول الله إلهي لا نسيت الآن العبارة بمعنى أنه لا تتركني لا تتركني يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً الرسول الشكل يقول فكيف بنا؟ أولاً تعليم ثانياً حتى مقام الرسالة أيضاً أكو مقام العبودية لله للأنبياء عليهم السلام الحسين سلام الله عليه يناجي ربه يقول: الهي انعمتني فلم تجدني شاكرا. وابتليتني فلم تجدني صابرا. اما الانسان في نعمه او الانسان في ابتلاء. اليوم احنا هذا البلاء الوباء اللي جاي الفيروس المنحوس شنو اسمه؟ كورونا. نعم هذا بلاء. نوع من الابتلاء إلهي أنعمتني فلم تجدني شاكرا عندما كنت في نعمة السلامة وعدم الخوف من هذا الوباء والبلاء ما كنت شاكر والآن اللي ابتليتني فلم تجدني صابرا كل الناس بعضهم خصائر عندهم سكتة قلبية من الخوف والهلع شنو صاير فعندي حالتين في النعمة لم أشكرك يا رب في النقمة والابتلاء لست صابرا ولكن أنت في المقابل سويت فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكر أيام اللي أنا كنت في نعمة وما شكرتك أنت ما سلبت النعمة مني ليش تشكرني؟ لا خليتني مع أنه الماء أصلي فلان ما يصلي فلان ما يزكي فلان ما يخمس فلان لا يساعد الفقراء متخم من المال متخم وبعده طمع وطمع وطمع إلى وين إلى متى كم يوم نموت بعد أيام قلائق الباقي من عمرنا وبعد طمع وطمع وهلع ليش فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكر ذاك اليوم اللي أنا كنت فيه نعمة وما شكرتك مو الشكر اللساني الشكر العملي الشكر العملي يعني تعطي للفقراء هذا الشكر للذي يتمكن ويقدر فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكر ولا أن... ولا أدمت الشدة بصرك الصبر في البلاء لم اصبر اما انت خففت عني هذا معنى انه الله اكرم الاكرمين انا لما اليوم شفت هذه الروايه هذه الفقره من مناجاه الامام الحسين ابي عبد الله سلام الله عليه قلت الوباء والبلاء ينتهي ليش؟ بشرط انه في هذا الابتلاء نصبر نكون صامدين شنو الخوف والولع بس يقولون انه فلان ما موجود تهافت يصير على الجمعيات اشتري ومع الاسف مع الاسف بعض الناس بدل ان يساعدوا الاخرين يغلون الاسعار يحتكرون البضائع هذا شنو هذا هذا مو من اخلاقنا مو من اخلاق المؤمنين هذا بعد اسوا فلا انت سلبت النعمه بترك الشكر ولا أدمت الشدة بترك الصبر هذا الشدة هاي الشدة راح تزول ان شاء الله بعد ذلك يقول الحسين عليه السلام يناجي ربه: إلهي ما يكون من الكريم إلا الكرم الله اكبر الكريم ما يقدر ما يكرم المحسن لا يمكن ان لا يحسن الرحيم الرحمن لا يمكن ان لا يترحم فكيف وانت ارحم الراحمين واكرم الاكرمين؟ شوف العباره الهي ما يكون يعني ما يصير الهي ما يكون من الكريم الا الكرم عادتكم الاحسان احنا للائمه نقول عادتكم الاحسان وسجيتكم الكرم فكيف باكرم الاكرمين وارحم الراحمين اللهم صبرنا في هذا البلاء اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارفع هذا البلاء عن العالم جميعا اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم أرض عنا أئمتنا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واجعلنا من أنصار الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله الله <سؤال> سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله